للحديث أكثر عن الحالة الجوية المتوقعة معنا عبر الهاتف مدير التنبؤات الجوية في طقس العرب أسامة الطريفي. مساء الخير أسامة، يعني يا ريت لو تضعنا في صورة الحالة الجوية المقبلة وحجم الأمطار المتوقع وأيضا المناطق التي يتوقع أن تتأثر فيها أو بهذا المنخفض. نعم، مساء الخير علي لك ولجميع المتابعين الكرام. يعني حقيقة يتوقع خلال الساعات القادمة أن يبدأ بالاقتراب من المملكة تدريجيا منخفض جوي قوي وعالي الفاعلية، يبدأ بالتأثير تدريجيا اعتبار من بعد منتصف هذه الليلة بدءا في المنطقة الشمالية، تمتد مع ساعات الفجر والصباح الباكر إلى المنطقة الوسطى وبقية مناطق المملكة. أثناء اقتراب منخفض الجوي أثناء مرورنا بساعات المساء والليل يتوقع أن تزداد تدريجيا سرعة الرياح المثيرة للغبار والعتبة في بعض المناطق. الطقس تدريجيا مع مرورنا بساعات ما بعد منتصف الليل والصباح الباكر من يوم الجمعة سيتحول ليصبح عاصف في كل مناطق المملكة، رياح شديدة أو قوية مع حبات شديدة تتجاوز هباتها في بعض الأوقات حاجز 100 كيلومتر في الساعة. نعم. يتوقع أن تبدأ الأمطار كما ذكرنا بالهطول خلال ساعات ما بعد منتصف الليل في المنطقة الشمالية، تمتد تباعا إلى المنطقة الوسطى ثم المنطقة الجنوبية من المملكة. طقس يوم الجمعة هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الجمعة، طقس عاصف وبارد وماطر بغزارة في أغلب مناطق المملكة منذ ساعات الصباح الباكر وطوال يوم الجمعة، متوقعين تكون أمطار غزيرة ربما تترافق في بعض الأوقات بالعواصف الرعدية وزخات البرد. الأمطار قد تكون في بعض الأوقات شديدة الغزارة في بعض مناطق المملكة. نعم. هذا الأمر قد يعمل على تشكل السيول ربما ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات. اليوم الجمعة يعني أهم الميزات في الطقس يوم الجمعة زي ما ذكرنا الرياح القوية، الحبات الشديدة تتجاوز 100 كيلومتر بالساعة، أمطار في معظم أوقات يوم الجمعة أمطار مستمرة، الأمطار بصفة عامة تتسم بالغزارة ربما تكون شديدة تترافق بالرعد والبرد في بعض الأوقات. بالنسبة للمساحة الجغرافية والأكثر مناطق تأثرا في المنخفض الجوي، حقيقة يعني المنخفض الجوي هو المنخفضات الشاملة التي ستؤثر على كافة مناطق المملكة دون استثناء، سواء في المنطقة الشمالية، المنطقة الوسطى، ثم المنطقة الجنوبية، ثم البادية والمناطق الشرقية، بالتالي جميع مناطق المملكة إن شاء الله تعالى تشهد تساقط الأمطار. أيضا يعني زي ما ذكرنا هناك كميات أمطار يعني إحنا هذا منخفض متكلين عليه إنه يعوضنا على نقص الأمطار صرعنا بالفترة الماضية خلال شهر 11 و12 قد يجلب المنخفض. أسامة الطريفي مدير التنبؤات الجوية في طقس العرب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.